اهلا وسهلا بكم في مدارس العربية الوطنية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف اصبحتم؟ اصبحنا واصبح الملك لله ولا اله الا الله محمد رسول الله. رضيت بالله إذن يا مس عرفنا بأنه اسم وطننا المملكة الأردنية الهاشمية وعاصمتها عمان. إذن بلدنا الأردن وعاصمتها عمان. حكينا يا مس بأنه لكل بلد في إلها علم خاص فيها، أنه العلم هو رمز الوطن. إحنا علمنا، هيا مس أشوف ارفعوا لي العلم، يلا أشوف اللي معه علم يرفع. سكر الكتاب وارفعه، سكر كتابك يلا نشوف يا مس. أيوة يلا يا مزبوط هيك صح. يلا امسكوا من هاي هيك الجهة، واحدة من هاي الايد وهاي من هاي الايد. يلا شوف مين كمان معه علم. أيوة برافو. هدول يا مس سينا معنا بعض الطلاب معهم أعلام. لا يا مس بالعكس، خلي المثالث للجهة الثانية. أيوة برافو عليك. يلا عنا يا مس العلم. هيا يا مس أول لون شو شايف معك؟ أسود. مش على العلم معك عمرك ما بتنسى يا أول. أول لون أسود. اللون الثاني أبيض. اللون الثالث أخضر. إذا أسود أبيض أخضر. خلينا هلأ يا مس نرفع العلم لفوق. أيوة شطورين. خلينا نشوف إيش هي ألوان العلم. لا حبيبتي هيك امسكي هيك. إيش هي ألوان العلم الأردني؟ شوف يا مس قدامك هي العلم، شو أول لون؟ أسود. شو أول لون؟ أسود. اللون الثاني أبيض. اللون الثالث أخضر. إذا أسود أبيض أخضر. شو كمان في؟ أحمر. في كمان أحمر. هي الأحمر. إذا كم لون بدنا نعدهم؟ عدي ولي إياهم يلا يا مس. أسود أبيض أخضر وأحمر. كم واحد طلعوا؟ أربع ألوان. أربع ألوان. كم لون يا مس؟ أربع ألوان. الأسود بالترتيب أول لون الأسود، ثاني لون اللي تحته الأبيض، اللون الثالث الأخضر، وهي يا مس مثلث لونه أحمر، والمثلث في جواته نجمة لونها بيضة إلها سبعة رؤوس. اتفرج عليها يا مس. أنتكم أنتو حط العلم على الدرج. هيا شو أول لون يا بتول؟ أسود. أسود يلا فرجي وين الأسود أشري عليه. يلا إيش بعدين اللون؟ أبيض. بعدين أخضر. وبعدين أحمر. والنجمة بيضة. كم رأس إلها؟ لا كم رأس يا أول؟ سبعة. سبعة. كم رأس؟ سبعة. سبعة. يا سارة نشوف يا سارة. يلا عددي لي الوان العلم. اسود ابيض اخضر احمر واحمر. شوفي بالجوا المثلث نجمه. كم راس الها؟ سبعه. ممتازه. يلا يا تاليا نعدد الوان العلم. يلا بالترتيب اسود. ايوه ابيض شطورة. اخضر احمر ابيض. شو لونها هاي النجمه؟ ابيض. وكم راس الها؟ سبعه. سبعه رؤوس. ممتازه. يلا يا ميرا يلا احكي لنا عن العلم. أسود. شو الوانه؟ اسود ابيض اخضر. وشو جوات المثلث؟ نجمه بيضة. نجمه بيضة. ممتازه. كم راس الها؟ سبع رؤوس. سبع رؤوس. برافو يا مس. اذا كم لون للعلم يا مس الاردني؟ اذا العلم الاردني. دقيقه يا مس خليني احكي، خليني اسال اول شيء، كم لون للعلم الاردني؟ اربع الوان. كم لون؟ اربع. احكي لنا يا مهند يلا على العلم. اسود ابيض اخضر احمر ونجمه. نجمه شو لونها؟ ابيض. ابيض. كم راس الها؟ سبع. سبع رؤوس. ممتاز. مين كمان معه علم يشرح لنا عنه؟ يلا يا عبد الرحمن يلا. اسود ايوه ابيض ممتاز اخضر برافو احمر. وشوفي جوا المثلث نجمه. النجمه كم راس الها؟ سبع. سبع رؤوس. ممتاز. وزعنا عليكم يا أول لكل طالب خبز التوست ومعلقة وزيتون أسود ولبنة وبندورة وخيار.
بدنا نحاول يا مس على خبز التوست قلنا نشاط صحي عشان بس نخلص ناكله. نشكل علم الأردن من الأشياء اللي قدامنا. ماشي أول؟ ماشي. يلا نبدأ نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. طيب أول لون بعلم الأردن إيش يا مس؟ الأسود. الأسود. إذا بنحط على الخبزة يا مس، يلا رتب لي الزيتون الأسود على خبزتك. رتب الزيتون الأسود بإيدك، بإيدك يا مس مش بالمعلقة، رتبهم. يلا يا مس نحط الزيتون الأسود على خبز التوست، يلا رتبيهم. نشوف يا أول. اقعد يا ورد، ورد اقعد، يعني محاولة منيحة. أشوف، برافو برافو، ممتاز يا تاليا، ممتاز يا ميرا، برافو عمر، يا عيني على البطل أمير. أشوف يا سين، بس لفة لفة بالعكس حبيبي. أيوة أيوة، كمان كمان لفة كمان، برافو، لفة هيك بالعكس، خلي الأسود لفوق، الأسود لفوق، كمان كمان كمان، لف 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 لف. أيوة برافو مالك، برافو أحمد، برافو مسحورية. شوف العالم اللي عملته مسحورية جنن. أشوف، برافو، أشوف أشوف يا أول، ممتاز يا، يعني منيح يا سيدرا. بس ما بنحط يا عمري هذا الزيتون الأسود، حطي أبيض بداله لبني، حطي لبني أبيض. آه حطي لبني بدل النجمة. برافو عبد، برافو جود. آه لا، إن هاي النجمة أنت ماسكها بالشقلوب صح؟ هيك حبيبي، هيك هي علم الأردن. قلنا تيجي المثلث على اليسار، برافو يا بلال. لا ماسك بالشقلوب كمان أنت، هيك هيك هيك، لفة 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 لفة. لا هيك أشوف. آه بس حط هاي هون حبيبي، هيك هلا هيك صار صح، برافو. يلا يا مسس نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا كلوا السندويش اللي انتو عملتوها، يلا نحكي بسم الله. علمي، اعطوني علمي. شكرا لمشاهدتكم الفيديو حتى النهاية، نرجو منكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.